ولنقاش مكانة وإنجازات المرأة العربية في مجتمعنا تنضم إلينا الأستاذة سهى سليمان موسى، وهي المديرة التنفيذية لمركز مساواة. مساء الخير لك. مساء النور لك، كل عام وأنت بخير ولجميع نساء العالم. كل عام وأنت بخير. إذن أستاذة سهى، هذا اليوم هل هو برأيك يوم مجرد رمزي أم أن له معنى وأهمية على أرض الواقع بشكل فعلي؟ أنا بفكر أنه اليوم هو يوم احتفالي، هو يوم رمزي لاحتفال بالنضالات اللي قادتها النساء في العالم وخاصة في نيويورك لحتى تحصيل الحقوق والمساواة. طبعا هذا يوم هو يوم ذكر في التقرير، هو ما ليس فقط احتفالي وإنما أيضا يوم نضالي. فهذا اليوم بالنسبة لنا كنساء هو علامة على أنه هناك نضال، والنضال يجب أن يكون مستمر لأننا لم نحصل بعد على كافة المساواة والحقوق اللي نحن يعني نصبو إلى الحصول عليها. فهو أيضا أنا بعايد على الكل طبعا، والكل بعايد، مهم جدا أنه كمان نطلع هذا اليوم كإنجاز، وإذا هو إنجاز فهو أيضا يوم احتفالي في إنجازات عينية اللي صارت نتيجة لنضالات للنساء في جميع أنحاء العالم وليس فقط في منطقتنا. مهم جدا أيضا أن ننوه أنه منطقتنا والنساء الفلسطينيات هناك نضالات مستمرة كمان على الصعيد الشخصي، ولكن أيضا على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد السياسي. فهذا اليوم بيجي يذكرنا أنه نحن موجودون ونحن دائما يجب أن نكون في مقدمة النضالات للنساء ولكن أيضا لمجتمعنا بشكل عام. طب أستاذة سهى، لا يخفى على أحد أن المرأة العربية في مجتمعنا نحن تحديدا هنا في الداخل تعيش حياة مركبة، ويعني الصعوبات التي تواجهها هي مختلفة وأكبر من تحديات المرأة العادية، فيما لو أردنا أن نسلط الضوء على نجاح برأيك تمكنت من تحقيقه المرأة هنا، هل هو النجاح الأكاديمي أم الصمود مواجهة الاحتلال؟ أي يعني ما هو النجاح الذي حققته المرأة بالنسبة لك؟ بالنسبة لنا أيضا أنه إحنا بنشوف المرأة في المجتمع الفلسطيني حققت نجاحات مختلفة، منها الصعيد الأكاديمي. نحن نرى أنه في الجامعات نسبة وجود النساء والصبايا هي أكثر وأكبر مما كانت في سنوات سابقة، وأيضا هي تفوق نسبة وجود الشباب في الجامعات. فهون على الصعيد الأكاديمي نحن في عنا قفزة نوعية من ناحية عدد النساء وأيضا من ناحية تواجدهن في الشهادات العليا. يعني في عندنا كثير نساء وصبايا اللي موجودات وعندهن دكتوراه وما بعد الدكتوراه، وهذا يعود بالفائدة أيضا علينا كمجتمع حتى نقدر نطور مجتمعنا ونقدر نحافظ على وجودنا. أنت ذكرت الاحتلال وذكرت أيضا العنصرية اللي نحن كمجتمع من نواجهها. فنحن كمجتمع من نواجه العنصرية ونحن نعتبر يعني مواطنون درجة ثانية وثالثة، وأيضا النساء في مجتمعنا نتيجة لكل هذه الأمور ونتيجة للأمور العنصرية اللي نواجهها نحن نعد في أدنى المستويات، وبهذا نحن بحاجة أن نعمل 10 أضعاف حتى نقدر نوصل للأمور اللي إحنا وللنجاحات اللي إحنا بدنا نحققها. يعني عندنا نجاحات على الصعيد الأكاديمي، عندنا نجاحات أيضا على صعيد العمل ووجودنا في الحقل في الأماكن العمل. هناك أيضا نسبة جيدة جدا من النساء الموجودات، هذا غير كافي لأننا بعدنا ما وصلنا للنسبة الكافية أن النساء تكون في أماكن العمل وضمن الطاقة العاملة. مهم جدا أذكر بالذات بهذه المناسبة أنه النساء هناك تواجدهن في المواقع الإدارية خاصة في مؤسسات أهلية، في جامعات، في شركات، هناك موجودات في مواقع اتخاذ القرار، ولكن نعتقد أنه أو الدراسات تشير أنه موجودين في المواقع الوسطى وليس في الإدارة العليا وليس في القيادة العليا. وهنا يجب علينا نحن كنساء وأيضا كمجتمع أهلي وأيضا كمؤسسات حقوقية ونسوية أن يكون هناك عمل ونضال مستمر من أجل أن يكون هناك أيضا تمثيل مصحح بالنسبة لتواجد النساء في هذه الأماكن. ويعني بالعربي مش كمان زيادة عدد، إنه أوكي إحنا بدنا نزيد عدد النساء، مهم جدا أن يكون النساء في هذه الأماكن في أماكن للقيادة
وليس فقط في المستوى الأوسط من القيادة في مختلف المؤسسات. إضافة إلى ذلك بحب أنه نذكر أنه هاي السنة إحنا في عندنا سنة انتخابات للسلطات المحلية، وهنا أنا بدعو بهذا اليوم النساء المتواجدات في الحقل والقياديات على مختلف، إذا هن قياديات على المستوى الجماهيري أو قياديات في أماكن عملهن، تشجيع النساء لأن يكونوا موجودات في القوائم للترشح للسلطات المحلية. يعني النساء عندنا قدرات، عندنا كفاءات، نحن نصل إلى أماكن مهمة جداً إذا كان أكاديمياً وإذا كان في الحقل العملي أو بالعمل، ولكن لما بوصل الوضع إنه يكون في عنا تمثيل مناسب للنساء في مواقع اتخاذ القرار وفي الحياة السياسية ومشاركة فعلية وحقيقية في الحياة السياسية، نجد أنه نحن هناك بنسبة ضئيلة جداً جداً، ويجب العمل على زيادة نسبة وجود النساء هناك ويكون شراكة حقيقية، وليس فقط أوكي في عنا امرأة موجودة برقم 2 في القائمة. مهم جدا ان يكون شراكه حقيقيه، وايضا صنع القرار في قلب المجالس المحليه، لانه هنا التاثير الاكبر على مجتمعنا. نعم الاستاذه سهى سليمان موسى، وانت المديره التنفيذيه لمركز مساواه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، وطبعا سنتطرق الى مكانه المراه في الانتخابات، وكان لكم في مركز مساواه مبادره عن هذا الموضوع، شكرا لك. اذا تتمة في نقاش قضية ومكانة المرأة تنضم إلينا الأستاذة نبيلة سبانيولي، وهي مديرة مركز الطفولة في مدينة الناصرة. مساء الخير. مساء النور لك ولجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. يهمني أن أفهم منك ما هي أهمية يوم المرأة العالمي بالنسبة لك، تذكيرا أن هناك يوم مرأة أو يوم المرأة الفلسطينية أيضا. نعم أعود أكرر سؤالي مرة أخرى أستاذة نبيلة، ما هي أهمية يوم المرأة العالمي بالنسبة لك كامرأة فلسطينية؟ ونذكر أيضا أن هناك يوم للمرأة الفلسطينية، أرجو أن تكوني تسمعين. نعم، ولكن اليوم هو يوم النساء العالمي وليس يوم المرأة، لأن القضية هي قضية سياسية من الدرجة الأولى، القضية مش قضية امرأة واحدة إلا قضية النساء جميعا وقضية المجتمع بشكل عام، ومشان هيك إحنا منقول إنه هذا يوم المرأة، يوم النساء العالمي، هو يوم نضالي، يوم نضالي اللي فيه عادة إمكانية إن نتوقف ونستشف وننظر إلى الوراء وننظر إلى النضالات والإنجازات، ولكن كمان نرسل الرسائل عن نضالنا التقاطعي، نضالنا في ضد الاحتلال وضد التمييز وضد هدم البيوت وضد العمالة الرخيصة وضد انتهاك حقوق العاملات. عمليا هو يوم نضالي فيه تقرر انه يكون يوم لذكرى النساء اللي أدوا بحياتهم من خلال نضالهم على حقهم في العمل، ومشان هيك مهم جدا ان نذكر انه هذا يوم منه يوم عيد، هو يوم نضال. نعم أستاذة نبيلة، يعني عرجتي في حديثك عن مقاومة الاحتلال، برأيك إلى أي درجة كان لوجود هذا الاحتلال بجميع المناحي أكاديميا وكامرأة في المجتمع العربي كان له تأثير وضرر في حياة المرأة العربية من أن يعني تتحرر وأن تحصل على كامل حقوقها؟ احنا بنقول واطلقنا حمله عده جمعيات اللي بتقول الاحتلال هو سبب الانتهاكات جميعها واساس الانتهاكات جميعها، فاحنا عمليا ما بنشوف لو انه في شيء احتلال كان ما في تمييز ضدنا كاقليه وطنيه في هذه البلاد، كان ما في هدم للبيوت، كان ما في تمييز في اماكن العمل وفي اماكن الدراسه، كان ما كان في تمييز في الصحه ومحاوله فصل النساء من التواجد وحصول على حقهم في
في الصحة الكاملة. كان ما في قرى غير معترف فيها اللي فيها النساء بتعاني الأمرين من إمكانية اللي عايشين كأنهم بسجون صغيرة، لأنه ما في عندهم مواصلات وما في عندهم إمكانيات للعمل وما عندهم إمكانيات للحياة بالشكل الحر والكريم. فهناك الاحتلال هو جزء من المنظومة اللي عملية من الدولة بتستخدمها من أجل استمرار التمييز ضدنا كأقلية في هذا الوطن اللي ما إلنا فيه. أستاذة نبيلة، أنت معروفة على مستوى المجتمع بشكل عام في نشاطك في مجال النشاطات النسوية، وأنت تحتكين في نساء من مختلف الشرائح ولديهن معاناة مختلفة أيضا. لو أردت أن أسألك، ما الرسالة التي يعني تريد أن توجهها للمرأة العربية في مجتمعنا؟ ما هي رسالتك؟ الرسالة الأساس هو إنه إحنا عندنا قدرات، عندنا نساءنا عندها قدرات، وكل امرأة في مجالها في عندها قدرات، ربة المنزل، العاملة، النشيطة، الأكاديمية، صاحبة الأعمال، أي امرأة لديها قدرات ولديها قوة وفي حاجة إنها تستخدم هاي القوة مع النساء الآخريات الأخريات ومش ضد النساء الأخريات. عملياً كثير مرات بنشوف إنه في بعض النساء لما بتتبوأ مناصب أو بصير في عندها قوة تستخدم القوة تبعتها بشكل رجولي ضد النساء الأخريات، وأنا بدعو كل النساء لاستخدام القوة من أجل دعم النساء لبعض والتضامن النسوي والتضامن الإنساني على أساس بهدف المساواة والعدالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في داخل مجتمعنا وإنهاء كل المظاهر المرتبطة بالاحتلال وفي التمييز ضدنا. مجتمعنا يعرف بأنه مجتمع ذكوري على الأقل في المجتمعات القروية أي في مجتمعنا، ولكن برأيك هل تمكنت المرأة العربية الفلسطينية من كسر هذا الحاجز ومن يعني تحقيق إنجازات على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى يعني تبوق المكانات الإدارة وتغيير يعني توجه مجتمعنا؟ المجتمع الذكوري ليس فقط في القرى، والمجتمع الذكوري موجود في كل مكان، في المدن وأكثر المدن تحضرا فيها رجولية وفيها ذكورية عمليا وفيها بنية تحتية ومبنى ذكوري يقمع النساء ويمنع تقدم النساء والحصول على إمكانيات. أنا بقول المرأة الفلسطينية في داخل إسرائيل هي موجودة كأنها في غرفة مغلقة، في غرفة اللي محصنة من جميع الجوانب. عادة بالعالم بيحكوا على السقف الزجاجي اللي يمنع من تقدم المرأة لتبوأ مناصب عالية، ولكن أنا بقوله أنه والأبحاث بتأرجينا في بحث اللي أظهره يوسف جبرين من التقنيون، عمل مقارنة بين النساء الفلسطينيات والنساء العربيات في العالم ولقى أنه كل ما تقدمت المرأة في العالم العربي من ناحية أكاديمية كل ما تقدمت في مجال عملها، بينما المرأة الفلسطينية في الداخل إسرائيل هي بتصل لمحل وبصل الخط بصير خط غير قابل للتحرك إلى الأعلى عمليا، فهي لا تتبوأ مناصب وهي لا وكمان الإمكانيات تبعت العمل محدودة جدا في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذا نتيجة لتمييز اللي على مر سنوات في عدم تصنيع مجتمعنا وفي عدم تطوير بنى تحتية جيدة. نعم. من أجل عمالة النساء، فهذه الأمور عمليا بتخلينا كأننا. نعم. عايشين في غرفة محصنة من جميع الجوانب، وهذا وليس فقط سقف زجاجي إلا سقف باطوني يمنع تقدم النساء وجزء منه الرجولية. نعم. ولكنه الرجولية ترتبط كمان بالاحتلال وبالاحتلال الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل ضدنا، وهيك عمليا بصير في توافق وتشبيك وترابط بين القمع الرجولي والقمع الاحتلالي والصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية. الأستاذة نبيلة سبونيولي، وأنت مديرة مركز الطفولة في مدينة النصر، شكرا جزيلا لكِ.